الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تو انتهينا من ورشة العمل اللي تحدث فيها البروفيسور عن طريقة كتابة الجورنالز وكيف الشخص هو يدرس الدكتوراه يعمل ببلش الأوراق علمية في صحف في الجورنالز المهتم في التخصص. الحمد لله يعني كان استفدنا أشياء كثيرة، تعلمنا طريقة الجورنالز والأشياء اللي العناصر الأساسية اللي تكون الجورنالز.